الشيء اللي كان مفتخر به هو فاش مزقت الشباك ديك الساعه على الحارس بوعبد اللهوي، والحمد لله مفخر لي انا نكون هداف ديال الديربيات بسبعه اهداف، وما كيجي من ورايا عمر النجاري اللي بستة اهداف والحمد لله. فكنظن كان ديك الساعه كانت الجماهير الرجاويه ما كتحملش بن شريفه. لا في المباراه كنقول لك كل مباراه راك عارف ملي كتجي شي كوبرا تبقى نشوف الجمهور بدا تيبدا هو بن شريفه وبلادر، ولا كنبدا نشوف في الجمهور ديك الساعه ديال الرجاء كنلقى كلشي جيتي مجي مدرك وجهه وجهي شي طريف اللي عمرني ما تنسى. واحد الطريفه كانت عندي نيت في واحد الصوره، عندي واحد الصوره اللي كنحتفظ بها شخصيا في واحد المباراه، واحد الضربه ثابته في اخر الدقائق ديال المقابله، وكان واحد الصحفي مكا هو ودادي، فجا ورا الشبكه وكيصور بن شريفه باغي يضرب الكره، وفي نفس الوقت شوف البونتوز ديال الرجاء، في البونتوز ديال الرجاء شي مدرك مدرك شي تيق راسي مدور وجهه، لانه جات في واحد الضرب حساس. والحمد لله كانت عشنا فتره جميله مع الوداد ومع في الديربيات.